كيف حالكم يا اخوان؟ اوكي لا تستغبي. وإذا ودك تشتري كوينز متجر عبد العزيز لبيع الكوينز، المتجر مضمون وآمن وسريع في تسليم الكوينز بأفضل الأسعار. وإذا حاب برضو تشتري تشكيلات من عندهم، عندهم تشكيلات جاهزة يمديك تشتريها وعلى طول تبدأ تجلد فيها بالفوت شامبيونز والرايفلز وتجلد أي خصم تواجهه. جميع الروابط اللي تحتاجها عشان تتواصل مع المتجر موجودة تحت في الديسكريبشن، وحساباتهم برضو كلها موجودة تحت في الديسكريبشن. وأترككم مع مقطع اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا إخوان؟ طبعاً ما راح يطلع شيء ادري. وبعدها بنلعب شوي فوت شامبيونز، وبعدها بنقول سلام عليكم عاد، يعني ان شاء الله تنبسطون في البث. يعني بيخضع الامباب؟ لا والله مو بخاضع ولا شيء يا رجال، بس شوف خضع سون. اللي ما يدري جاني سون في اخر بث الاختيار 86 من الحمر، جاني سون منه. يلا يا اخوان، يلا يلا بس كرية. يلا ما بشايف، قولوا لي انتم. اناظر الشات تراني، يا الله الشات واضح. هازارد وات؟ هازارد اوف الموت. لا يا عيال بلا استهبال. اح سن، اوهو سن شلون؟ لعبت فيه يعني يمكن 19 جيم، سجل 8 بس. يعني والله حلو اللاعب، صح الاحصائيات الزفت بس انه من طول طرف وبتناغم حبه واحده. شوف وين وينه برا، اروخه برا ولا كلمه. اقسم بالله يعني رفع ضغطي في اخر مباريات رايفلز، فدخلت ميليتاو. عندنا ووكر جديد، رافينيا جديد مثل ما قلت لكم، ووكر رافينيا وماركينيوس جديد. ما عجب كوردوبا؟ لا كوردوبا كويس بس مشكلته قصير. تخيل كل ما جاء ضدي هالند، ضدي ليفاندوسكي يرتقون عليه ايزي ايزي يا اخوان، يكسب اي شيء ضده ايزي. بس اللاعب جامد، لاعب قوي، بس يعني الطول مره مسبب له مشكله. فكرت لعبه ار بي، ترى كوردوبا ينفع ار بي. بسم الله، شفيني تحولت، صوتي تغير. اخذ تنباع ولا ما تنباع؟ تنباع مو بجايني شيء، خلنا ناخذ بس ما تنباع، يمكن يطلع منها محتوى. متى جاء كوردوبا جاي من باكج الهيرو. هدي شوي، حلو تبن الباك. وش ذا كورتوا ذا؟ والله كنا كورتوا من القاهره كذا. اعلان، اشترك روح الاعلان. عاد طلعوا لنا وكاوت عاد اسباني، اكره شيء، مستحيل يجي شيء اسباني. ها كريك يلعبون جوله تصفيات صح، بعدين يتاهلون شو اسمه لليوروب ليج الاصلي دور 16. ارجنتيني يا اخي، جوائز الرايفلز ما منها فايده، على الاقل الفوت احيانا تطلع شيء، الرايفلز ما تطلع شيء. يلا يا اي اي، ترى انا احاول اسولف، اخلصوا والله. ولا وكاوت ولا زفت. يا سلام سانشو، شفت حي واحد يمين يسار، شوف الحركه، شوف هذا جلتش، شوف يا خلاص اسبانيين يا اخي يا ناس ارحمونا. خلوني اقول لكم تجاره بسيطه سويتها يا اخوان. شوفوا سمر من باكج ال 85 اللي يعطيك تيم اوف ذا ويك 85، كان سعر سمر متى بكم شاري؟ ما يطلع صح، ما يطلع. الظاهر كان سعره ب 7 8، واشتري لك كم نسخه وبيعها ب 10700. اللي يبغى دروس تجاره شيء يجيني. اول تكتيك هذا، اوكي التكتيك دفاعي بحت، ترى في هذا التكتيك اللي بنجربه اليوم بالتشكيله هذه. يا يعني هذا التكتيك غريب والله، يعني جربته في الملعب، في الملعب يصير 4-4-2. والله يا عيال كيسييه يا متطور، شوف قطعها وانا ناظر الشات، كيسييه يا متطور مجنون. ليفاندوسكي حلو، ميسي والله شلون هدف، والله ما ادري. اوكي بيطلع الخصم شكله، نعم بيطلع. شكرا خصم، تحيه. سبو دايركشن، فعاليات تزيد الحماس اكثر. يقول اوه طلع بودركشن، وش البودركشن حق حمد؟ كلين شيت الجيم الجاي، اوف والله تحدي صعب يا حمد. البودركشن يقول كلين شيت، اي لاف يو، اسمح اي لاف يو، بيجلدني هالاند الحين. والله المفروض 93 يا عيال عشان يفرق عن المراقبه. عادي يزيدون التحديات حق تليفا، ليفاندوسكي الاول، عنده لورينتي والله من الغفافه، ميسي تكفى يطلع يا خصم، تكفى اطلع يا خصم. والله هدف اسطوري يا عيال. سلوسون يو سن، حلو يا سلام، خلت على الاطراف. الله الله الله، اتوقع كلين شيت، مبروك للي قالوا ايه واللي قالوا لا. عرض لك يا اخوان،
كلين شيتس. اوه بديت بدون ما تحط بدركشن. قاعد اكتب 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 احطه احطه احطه. بضغط ستارت. بروكلي يسجل قبل الخصم. هل انا بسجل قبل الخصم ولا الخصم قبلي؟ طلع ابليسه. والله شكله خصم يهاجم كويس يا عيال. اسست من تير شتيجن. رافينيا يسوقها بذا الجيم يا عيال. سجلت اول. سجلت اول يا اخوان. مبروك للي قالوا اني بسجل اول. ما ادري اصلا ما شفت التصويت هنا، في احد صوت ولا لا؟ يا عيني ليو. اوكي. رافينيا ركز. استاذ رافينيا. حلو حلو. لا استاذي والله يا الكنسلو وذا ووكر طرب اثنين. ميسي يا يا اخوان، ميسي راح ينضرب. ليفاندوفسكي معي وسون معي. سون معي. سون اكره شيء الكورة العالية بذا الجزء يا عيال، ما منها اي فايدة. عشر حشر ميليتاوي. روح روح ميسي تمريره. تكفون معي في المنطقه يا عيال. ووكر ما يعرف يشوت. اوف ووكر تعال. لا والله اقراها يا عيال واقطعها، بس فيفا يسوقونها. مهاري بسم الله عليك ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقك. لعبه ذا ديفل ان مي اتوقع اسمها زي كذا. وسون راح يسجل. يلا بس يا شيخ يلا. سون سون لازم لازم يسجل. سون ضايع انت في ذا المباراة، ليش وراك مخربها؟ اقسم بالله يا عيال كلمة تخلط. ايه اوكي، كلمة قطعتها تروح له، كلمة قطعتها تروح له بذا الجيم. ادخل انسلو. والله ابيك يا سون، ابيك تسجل بس. يلا فزنا الحمد لله. غير سون سيء. لا لا والله حلو حلو سون، بس صراحة مظلوم. تدرون وين لعبه؟ لعبه سي ام ولعبه طرف. وصوتوا يا اخوان، الجيم الجاي فوز باذن الله. الجيم الجاي فوز. اوكي تشكيلته غريبه، في عناصر غريبين. شو تبدو انها ستكون مثيره. دائما اذا قال هذه الجمله فارس عوض ادري ان الخصم قوي. يو والله ضاغطه الخصم، يا انه متنرفز او هو لعبه كذا عنيف. ميسي يتغبى ورا كيمبمبي، ليش تتغبى وراه؟ الان اي سبورت بدوا يسوون حركاتهم. احسب اخسر بدركشن يا ابوي، منا بخسرانين. فايز فايز انا. ميسي والله العظيم انهم ناويني في ذا الجيم، والله والله. ها يا عيال انهم ناويين سكريبت الارض في ذا الجيم. لا تمريره لا انهاء كويس، فجاه تايم فينش احمر. جاني تايم فينش احمر، تسديده قدام المرمى والتايم فينش انا مطفيه اصلا. هذا موظف عندي. ايه ما راح يفوز، انا شخصنت ما راح يفوز. بس انا عجزت افهم شو التشكيله اللي يلعب فيها هو، يعني التوزيع في الملعب غريب. تشكيلة وش يا فيفا يا عيال؟ شلون شلون انقطعت زي كذا؟ انقطعت شوي مشط الرجل. ما راح يفوز، انا عند كلمتي ما راح يفوز. يا ناس اقطعها تراني، ايش فيكم؟ ايه نحتفل ليفاندوفسكي الواحد. يلا يلا بس، ذا ما شات الا شوته واحده يا عيال. ايش فيك؟ اللاعب قدامك ما تعرف. يا ساتر استر يا ساتر استر. كرت احمر يا شو، كرت اصفر يا عيال. شلون وصل الموضوع لين الفاول كذا بغمضه؟ الا فاول طبعا بيصير يعرف شو تفاولات. يا عيني يا ماركينيوس، لاحظت انهم ما كانوا معطيني اياه اصلا.
تسوي ذا يا عيال؟ والشولة تطيح عشان تجي للخصم يعني. اوه ماي جاد يال، شوفوا اللعبة شلون، شوفوا اللعبة شلون، والله انه يخبص ما يدري وين الله حاطه والله. طيب من اللي بيروح في القائمة الأخير يعني؟ أنا أحس لعبتي مربوشين شوي، ما أدري إيش فيهم. والله. فرصة قد تشكل خطورة. إيش درى أمه؟ يا إخوان فكونا، لا أبلعكم تايم أوت، لا تزعجونا. رافينيا. 7000 واحد يدافع. يا الله انا وش اسوي؟ انا اسوي زي كذا، اخلطك الخلطه الكبيره ذي. يلا بس والله ما فراسه لعب يا عيال، يخبط ويمشي ومجنون الخصم مجنون. العب 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 العب، يلا الحين عطوه بلنتي، عطوه عادي، ترى انتم ما تستحون انتم. دوسكي عطنا ذي يا شيخ، بس اخلط اخلط اخلط. ايش سوى مهاراتك؟ سوى مهارات مالها داعي، اي احد يسوي مهارات كذا ترى ما منها اي فائده، ادري انه سبك اللي يسوي مهارات في نص الملعب. هذه الرابطه، الرابطه يا اخوان اسمعوا الرابطه حقتي. روح مجنون ذا، يحضن الخلت ذا مجنون ولا وشو؟ ليفاندوسكي اكسب. ليفاندوسكي بس كذا ابي يعني انرفز الخصم. لا مو بكذا عاد، مو بكذا. اي طبعا 700 لاعب ضاغطني من الخصم ولعيبتي وشو ينحاشون. روح روح تراوري، ميليتاو معاي، وش تبي ميليتاو؟ ما ادري ميليتاو ليفاندوسكي بس هاتريك. اي شخص انا مع الخصم ذا. طول ارفع الصوت، ورا راح الصوت. مبروك للي قالوا ايه يا اخوان، حسمنا الموضوع. ورجل اللقاء هو ميليتاو، ميليتاو سجل وصنع، وميليتاو دافع كويس ترى بذا الجيم والله. ميليتاو شال اشياء حلوه. نسوي ترقيات شوي، كم نسوي منها؟ نسوي 10 بعدين نروح نكمل. هل بيطلع من العشر 2 ووك اوت ولا لا؟ عندي 11 ترقيه، هل بيطلع من ال11 2 ووك اوت بس؟ اخي والله حظها سيء. يلا يا رب، حتى شاشات ما في. هل بيطلع اثنين؟ اسباني يا اخي، اشتغل لمبات اللي على اليمين واليسار، ايش فايدتها يا اخي؟ مارسيال مارسيال. 7 يطلع 2 ووك اوت، والله ما اتوقع. اخلص افتح يا اخوي. انا بعطي كوع، انا بعطي كوع، ما ينفع بعطي كوع. يمكن ووك اوت اسباني، الله ما اتوقع يا عيال. اللي ايه اللي صاب ضد ريو في امس؟ اسباني، القنصليه الاسبانيه. انا عجزت افهم اقسم بالله كميه الاسبانيين. المشكله اني اخذ الاسبانيين واروح اكبهم في التحديات وبرضو يطلعون. يا ساتر يا قليلين الحياه، ووك اوت واحد بس. خير ان شاء الله. مشكلة التحدي يطلب لاعب اسباني ما في بالضبط. اقسم بالله يا عيال في تحدي كان يطلب لعيبة برشلونة ومدريد، كان حق كلاسيكو. وينهم الاسبانيين؟ ما عاد موجودين. رحت اشتريهم من السوق. خلاص يا اخوان، مبروك للي قالوا لا، مبروك. انجليزي اسباني، اسباني انجليزي، اذا غيروا برازيلي ديجو كارلوس. ابراهام تو ذا دود اللي فوق راسك. يلا صوتوا صوتوا. يقول لك البودركشن بيطلع اسباني في الباك ولا لا؟ 40% قايلين ايه، وباقي معكم 30 ثانية. اسباني في هذا الباك. اوكي؟ يلا. بسم الله.
بدري 85 بس اسباني اسباني. نعم لا اله الا الله يا رب عفوك ورضاك. لازم لازم يجي اسباني ما يعرفون كذا فيهم مرض فيهم مرض. ايه اول مره يجيني بدري ظاهر في هذا الجزء اسباني عشان اسباني. لو بدري فرنسي ما جاء ترى لو بدري فرنسي ما جاء بس عشان اسباني انزرفت. حلو حلو انزرف حمد. طبعا هذا الباك راح يجي فيه اسباني بعد. شو المشكله يا اخوان؟ من قايل لهم انا مين؟ انا ترى اكره شيء عندي الاسبانيين. انا خلاص لا لا والله الموضوع فيه شيء موضوع فيه شيء. جرب نفتح 7000 بيجي اسباني ولا لا؟ الحمد لله يا اخوان الحمد لله. يلا ايش ذا حسب حدث. او ماي بسم الله بسم الله بسم الله. ها اوه تشكيلته والله حلوه. اسمه اي اي هذا الموظف مو بذاك. معرق ذا والله معرق شكله. اسمه هارد ليفل والله شكله قوي شكله قوي قوي قوي. واضح واضح ما كان عنده نيمار هو. قلع هذا معرق ويعرف كل الجلتشات. خلاص يعني هذا تنفسها تنفس فيفا. واضح الخصم اشواني متأهل الفوت وحسم التأهل. يعني شكلي بنجلد. لا يا رافين طبعا انا ليش كنسلت يا عيال؟ عشان يلف يلش حلو عشان يلف ويشوت باليسار راح لف وشات باليمين. حسب اني ما ادري انك بتوقف. انا عارف النوعيه ذي. كيف حالكم يا اخوان؟ اوكي لا تستغبي. الله ها عوضنا عوضنا يا اخوان. رافينيا اسطوره. يا قرف يا فيفا يا عيال شوفوا هذه الفرص اللي تفرق ترى في الجيم. هم يدرون ان الخصم ممتاز ويدرون انه يقدر يسجل في اي لحظه فعشان كذا تضيع لي ذا الفرص سهله. وش ذا عاد؟ سلامات فول جايز مو بفيفا. حلو غير تشكيلته طبعا هو راح يموت لو خسر الخصم. خلاص راح يموت. لا توقف ميليتاو ميليتاو ليش توقف؟ الحمد لله بس عجبني عجبني سريع على الاقل عوضها. يا هلي وقف يفتح له مساحه ليش توقف؟ خليك على ركضتك. حلو لا عاد بلا استهبال. يا الرفعة يا ووكر ليش يا ووكر وش ذا الرفعة؟ تحرك ممتاز من ميسي لفتح المساحات. ليفاندوسكي صح يا ليفا. يلا ابليسك يا ليفا انك رجل. ميسي هو اللي راجع يغطي. اقطعها والله. شلون ليو شلون؟ معليش والله ناسو انا كل ما سبيت ميسي يسكتني. والله يا عيال تمرات تمرات فيها 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 يعني بثارة شوي من ايه قصيرة مرة التمريرة. شوف شلون حسها تطلع من رجله وهو ما له خلق اصلا يمررها. لورينتي يلا بس يا شيخ خلت حط جنبه لورينتي. وشو وين بتركض بكاسيميرو؟ تعال يا شيخ انت اللي تطيح. تسلل حلو في مساحات ماركيني. ميسي روح انتصار ايزي. نعم شباب وينكم؟ مركزين مركزين. الجيم الجيم فيه تعريق مره فيه تركيز الجيم. هارد ليفل اسمه والله صادق والله صادق. الخصم هارد ليفل الصراحة خصم قوي وشكرا بس القم. نعم القم لأنه ضدك ليفاندوسكي مستحيل تفوز. نعم المهم يا اخوان وصلنا لنهاية بث اليوم ما قصرت. يعطيكم العافية يعطيكم العافية.